سمعت عن مشكلة المسلمين في بورما؟ أكيد طبعا، سمعت أنهم أقلية موجودة في أراكان اللي هي بورما أو بيقول عليها ماينمار تقريبا، أقلية مستهدفة من الأكثرية البوذية اللي هناك والرهبان والكهان وكده. أنا سمعت من بنت أخويا كان بيتكلمني في الموضوع ده، كانت سايرة قوي وتقول ليه بيعملوا في المسلمين كده، حرام، ليه حقهم هم يعيشوا، ليه لازم ندافع عنهم، ولازم أي واحد مسلم في أي حتة المفروض هو ياخد كيانه وإسلامه، ده هو واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. بنتي امبارح بتقول لي يا ماما شفت الناس دي بيجرى لها إيه، وطلعتهم على النت على الموبايل، وبتقول يا ماما شفت المنظر بصراحة، أنا يعني قلت إيه ده، في إيه، في إيه، إيه اللي بيحصل ده. شفت أطفال محروقين، وشفت رجالة ممدودين، وفي ستات قاعدين جنبهم بيقولوا كمان إن هم كانوا عاملين ضرائب كبيرة جدا على المسلمين أصلا، يعني المشكلة دي بقى لها أسنان كتير جدا، المسلمين أصلا مش حاسين. المسلمين هناك بيمثلوا أقليات وبيتهدوا من البوذيين اللي هناك، اضطهاد زي ما شفنا على السوشيال ميديا، ذبح او دفن وحرق وحاجات زي كده. مالين يقطعوا فيهم هم صحيين، ويولعوا فيهم هم صحيين، حرام بصراحه. حسبي الله ونعم الوكيل. انا هطلب من حضرتك دلوقتي انت اللي تمسك المايك وتوجه رساله لكل الناس انهم يوقفوا قتل المسلمين في بورما، او على الاقل يساعدوا في ده. انا بناشد العالم العربي كله، وبناشد العالم الاسلامي خاصه، وبناشد خادم الحرمين الشريفين، اوقفوا قتل المسلمين في بورما. ارجو كل واحد يشوف المناظر اللي احنا بنشوفها على التليفون وعلى النت يقف ويقول كلمه، يعني حرام والله، ليه كده، ايه اللي بيحصل ده. انا بطالب بوقف قتل المسلمين في بورما. 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 ارجو منكم كل واحد عنده ضمير، كل واحد عنده احساس بالمسؤوليه تجاه اي مسلم، لازم بوقف قتل اي حد مسلم بيقول لا اله الا الله. فين كلمه لا اله الا الله اللي بتهزلها سبع سماوات في الارض؟ فين لا اله الا الله محمد رسول الله؟ ليه بيعملوا فيهم كده؟ ليه عملوا ايه بدنيتهم؟